أولا نقول تحياتنا إلى القوات الأمنية. القوات الأمنية مهيمنة ومسيطرة على الوضع في محافظة نينوى بالمجمل، يعني لم نرى أي خرق أمني منذ سنوات بعد تحرير محافظة نينوى، خاصة لم نرى أي خرق أمني في محافظة نينوى. هناك خرق أمني في عدة محافظات لكن في نينوى سالمة ومتماسكة، خاصة هناك تعاون كبير بين الشارع في محافظة نينوى وبين القوات الأمنية، وهذا ما عكس الاستقرار الأمني في محافظة نينوى. والله يعني يا أخوان أتمنى لا نستمع للإشاعات أو الأخبار المفبركة. نحن لدينا قوات أمنية، يعني إيش قد أطلقوا سراح قصد 250، يعني نحن عدنا هسه قوات أمنية تصل عددها إلى 1.5 مليون. يا معودين ترى ب 2014 كانت مؤامرة، نحن عندنا جيش هسه حاليا ياكل الصخر، والله العظيم لو يجيبون عشرات الأضعاف راح ينسحقون على الحدود العراقية ولن يصل أحد إلى محافظة نينوى. هناك بعض الجهات تريد أن يبقى الوضع في محافظة نينوى بطريقة معينة في سبيل الكسب السياسي والمادي الحالتين. هناك بعض الجهات تريد أن تخبط الأوراق. يعني أنا تحياتي للسيد حميد الياسري، أنا أحترمه رجل لديه مواقف، لكن يعني لما يطلب من جماعته بأن يلتحقوا من الإجازة وعلى بساط الريح، ما هذه الوضع الأمني بيد القائد العام للقوات المسلحة. أنا أقول لأهالي محافظة نينوى وثقوا بالله، لا يمكن لداعش أن يعمل خرق أمني بسيط في محافظة نينوى، لا ولن. وأؤكد لكم داعش أصبح أسطورة من الماضي، أسطورة قبيحة جدا وسيئة جدا. والله أنا أقول يد بيد أسع، نحن أنا سمعت عشائر في محافظة نينوى طلبوا التطوع والخروج إلى الحدود مع سوريا في سبيل حمايتهم، وأنا أعتقد القوات الأمنية موجودة كافية وتكفي وستقوم بالواجب وأكثر. وأنا أقول للقوات الأمنية فقط نحن معكم يد بيد، وسنكون على أصبع واحد في زناد لإطلاق النار. نحن في محافظة نينوى والاستقرار الأمني 100%، وثقوا بالله ستبقى نينوى صامدة آمنة وستنتعش وستصبح أفضل مدينة في العراق وفي الشرق الأوسط إن شاء الله بأيام قليلة، بتعاون الجيش وأيضا الحكومة المحلية بعون الله.